يا خاني كرد لشاري سنية. هذا البيت الكردي في مدينة سنة سنندج. هاي خاني كرد مدينة سنة. شي زورنا وده المول الموسيقى بالتراث الكردي. هاي هاي هاي, هاي. اهم شي الدهل دهلك لها مو تشتك باشا لما زخانة كرد. تفضلوا هذا المتحف الكردي للحياة الكردية في مدينة سنة سنندج. هنا تتحوك طفل نايم بالكاروك. يا هاتيه لاي بيتار هذا اعشاب واللي خلي نقول مجبرتي. طبعا هذا احد البيوت القديمة في سنة متحول الى متحف. شوفوا كبر البيت. هاي البيوت اللي كانت للوجهاء والاعيان كلها متحولة الى متاحف. لا امتع نظركم اني. يلا تفضلوا هذا شعب محاصر وبلد محاصر. مكتوب أتاقي خان. الخان تعرفون شنو؟ الخان يعني الشيخ. الخان يعني الشيخ. شلون نقول هذا أمير عشيرة شيخ عشيرة؟ هاي أتاقي خان. ياته قاعد رجل على رجل. بالكردي الخان يعني الشيخ. شوفوا اللي ده مرات اكو قسم يزرعون فتنة بين المجتمع الكردي. هذا فيلي ذاك كالهري هذا اللوري هذا. شوفوا هسه هنا هذا يارستاني. يارستاني يعني اهل حق. شوفوا زين هنا كالهورية. هاي مرج يعني لبس كالهوري. هاي سورانية. هاي هورامية. شوفوا كلهم متجمعين بهذا المتحف مال سنة. معناها هاي توثق الحياة الكردية لكل أطيافه. شكرا زهرة زنقنة لليزيدية الكرد. هنا أنا مكتب خانة. مكتب خانة يعني الملة. هذه الملة يعني.
جنگ قدیم مکتوب ماردکورد. ماردکورد لباس جنگ قدیم، يعني رجال الكرد في ملابس الحروب القديمة. مارد كرد قررت السفر نعم. يا شرف الدولة. ميرزا صادق خان. جولة لهذا المكان، خاني كورد في سنة. جولة في هذا المكان، خاني كورد، البيت الكردي، هاي اسمها البيت الكردي في مدينة سنة. اسم الحياة اليومية الكردية. الحدادين ضعوا المنفاخ القديم، قديم مال الحدادين. شوفوا القدم ماله، شوفوا هذا يسوي كلاش، هي كلاش جنينة، يا كلاش جنين. جولة بالتراث الكردي، يا إرث كردية. شوفوا الأجراس هذيك ايش كبراتها، وش كبر. هاي الصيادين، شكدار شكدار صقمانية. هي المتاحف من تدخلها انت داخل للجنة على الترتيب. هاي بيوت قصور قديمة كلها. هاي جولتنا انتهت بالمتحف الكردي، خاني كرد. هناك كان المتحف الكردي، هنا بيت الكرد. شكرا، كانت زهرة زنقنا معكم من سنة.